أستاذة زينب، خبرينا عن تعريف البطاقة الغذائية حتى نوضح للمشاهد ما معناها بشكل عام. البطاقة الغذائية هي عبارة عن قائمة تحتوي على جميع القيم والمكونات الغذائية الموجودة في المنتج، وهي عادة تعطيني صورة توضح لي بشكل عام مثلا القيم الغذائية اللي تهمني أنا كمستهلك أني أنا أعرفها قبل ما أقوم بشراء المنتج. ما هي الدلالات التي تحملها البطاقة الغذائية؟ بالنسبة للدلالات التي تحملها البطاقة الغذائية، فهي عادة تحتوي على كميات السعرات بشكل عام في المنتج، تحتوي على كذلك نوعية الدهون مثلا اللي يحتوي عليها هذا المنتج، نوعية أو كمية الدهون أيضا بأنواعها، كمية الكربوهيدرات، البروتينات، الألياف، السكريات بشكل عام. فبالتالي أنا كمستهلك أكون عارف شو هي الغذاء أو القيم الغذائية اللي قاعد أتناولها في المنتج هذا. كيف نستطيع قراءة هذه البطاقات بشكل صحيح؟ البطاقة الغذائية أساساً توضع بطريقة جداً سهلة وسلسة على أساس أن نحن نساعد المستهلك، نتكلم عن كافة أطياف المجتمع، أن الكل يكون قادر على قراءة البطاقة الغذائية بشكل سهل. شو هي المؤشرات أو أهم المؤشرات اللي يجب علينا الانتباه عليها في هذه البطاقة الغذائية؟ عادة البطاقة الغذائية تحتوي على مؤشرات قد تهمني أنا مثلا إذا كنت قاعد أتبع نظام غذائي معين، ممكن أنا أهتم بكمية السعرات اللي أتناولها في اليوم، فأكيد راح أهتم بقراءة كم السعرات الموجودة في هذا المنتج أو كمية معينة من المنتج. ممكن أنا كشخص مثلا عندي مشاكل صحية معينة كالسكري مثلا، ارتفاع ضغط الدم، أمراض أخرى، فأكيد راح يهمني أني أنا أعرف كم الكمية من القيم الغذائية والمواد الغذائية أنا قاعد أتناول في هذا المنتج. هل تكون القيم والأرقام الموجودة على هذه البطاقات الغذائية صحيحة 100%؟ طبعاً عادة هذه الأرقام تكون أقرب للدقة، لأنها عادة تكون مراقبة من قبل الجهات المعنية، طبعاً المؤسسات، بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المتبعة سواء في الدولة أو يعني أقصد سواء كان المنتج منتج محلياً في الدولة أو مستورد من الخارج. هل تتغير أشكالها مع اختلاف المنتج الغذائي؟ أكيد طبعاً، البطاقة الغذائية لها عدة أشكال، ممكن توجد بالشكل اللي هو المتعارف عليه اللي هو المستطيل الأبيض الطويل، ممكن توضع بالعب، ممكن توضع كتابياً، ممكن توضع بأشكال مختلفة، لكنها في النهاية تعطيني الدلالات نفسها. أستاذة زينب، خلينا نطبق عمليا قراءة البطاقة الغذائية بشكل صحيح حتى نستطيع أن نستفيد منها بشكل أكبر. أكيد طبعا. عندي نحني هذا المثال. نعم. هذا المثال يوضح لي بطريقة جدا ميسرة طريقة قراءة البطاقة الغذائية. قد توجد البطاقة الغذائية بطريقة مثل هذه بالعرض، أو قد توجد أيضا بالطول على المنتج، لكنها في النهاية تعطيني جميع المؤشرات المعلومات. في البداية أنا لو تكلمت عن هذا المنتج بالذات راح يبين لي عدد الحصص في المغلف الكامل. فمثال عندي هنا 13 حصة للمغلف الكامل، لكن حجم الحصة الواحدة 30 جرام، وعندي بين قوسين مكتوب حبتين من البسكويت مثلا. حبتين من البسكويت من هذا المنتج هي حجم الحصة الواحدة. فجميع القراءات أو الحقائق اللي راح أقراها الحين أو راح أحصلها في اللي هي البطاقة الغذائية تعكس لي القيم الموجودة في الحصة الواحدة اللي هي حبتين من البسكويت. يعني حبتين حصة واحدة اللي هي تكفي الشخص يوم واحد مثلا؟ لا، مو شرط، ممكن الشخص يأكل حصة أو حصتين على حسب حاجته اليومية من هذا المنتج، أو على حسب رغبته مثلا، ما أو على حسب شاكل. المرض المزمن اللي يعاني منه، صح؟ بالضبط. لكن في النهاية نحن في مجال التغذية العلاجية دائما نحسب الكميات بالحصص الغذائية تسهيلا لحسابها. حلو. فأنا عندي هذا المثال، حبتين من البسكويت اللي حجم الحصة الواحدة يحتوي على 145 سعرة حرارية. حلو. مفصلة حقي. هذا تعتبر شوية ولا وايد؟ احنا ما نقدر نحدد شوي ولا وايد، كله يعتمد على الحاجه اللي يحتاجها الشخص. عندي بالنسبه للكميه من الدهون 6 جرام. حلو. مفصله الى دهون مشبعه ما يقارب 3 جرام، ودهون متحوله 0 جرام. وهذا الشيء انا احب اني ااكد عليه دائما، نسعى الى ان الدهون المتحوله تكون اقرب الى الصفر، لان ضاره اغلب الدراسات، ايوه،
وجدت صلة مباشرة بين الدهون المتحولة وأمراض القلب والشرايين، وعادة هي اللي إحنا نحاول إن نقلل منها قدر الإمكان في اللي هي تغذيتنا اليومية. حلو؟ عندي كذلك الكوليسترول 0.3 هذا المثال ملي جرام. بالنسبة للكوليسترول وكذلك عندي الصوديوم هني، هذه المكونين لازم دائما أركز عليهم، خاصة إذا كان عندي مثلا مشاكل في القلب في الشرايين، ارتفاع في ضغط الدم وغيره، فراح يكونون هذين المكونين جدا ضروريين لازم أهتم بمعدلهم في المنتج الغذائي. عندي كذلك كمية الكربوهيدرات الموجودة في المنتج، وتقسم إلى ألياف غذائية وسكريات مضافة. دائما نحن نشجع على الإكثار من تناول الألياف طبعا. هذا الشيء معروف. ليش؟ لأن الألياف دائما تعمل على تحسين مثلا عمل اللي هو الجهاز الهضمي، دائما تساعد على الشعور بالشبع بشكل أكبر، فنحن نشجع على تشرب كميات كبيرة من المياه. أيوة بالضبط، وبالتالي فنحن نشجع على تناول كميات أكبر من الألياف طالما أنه ما في تعارض مع الحالة الصحية للشخص. حلو؟ عندي أيضا السكريات الكلية والمضافة، نحن نحاول قدر الإمكان أن نبتعد عن السكريات المضافة، إنزين، خاصة إذا كان الشخص مثلا مصاب بالسكري، فهني لازم يكون عندنا أيضا انتباه لكمية السكر الموجودة في المنتج. وأخيرا عندي كمية البروتين الموجودة، هني عندي مثال جرامين من البروتين موجودة في الحصة الواحدة. حلو؟ أنا الحين قرأت الكميات هذه، وأحب أنوه بعد مرة ثانية أن الكميات هذه كلها موجودة في حصة واحدة فقط من هذا المنتج. في حال أنا تناولت حصتين فأنا أضرب كل شيء، أيوة، في اثنين، ابتداء من السعرات الحرارية وهكذا. أعطينا بعد مثال آخر ثاني حتى تتوضح الصورة أمام المشاهد. عندي هذا مثال آخر. نعم. على منتج غذائي، ونحن حرصنا أن نختار منتج غذائي صحي غير مقلي، هي بطاطا يعني غير مقلية وعالية بالبروتين وعالية بالألياف كذلك، عشان نقدر نقارن الكميات الغذائية الموجودة عليها وبين الواقع اللي فعلا نحن قاعدين نتبعه. عندي هني باللغة الإنجليزية ما يعادل اللي هي كمية الحصة الواحدة 11 حبة من البطاطس. حلو؟ 11 حبة من البطاطس من هذا المنتج تعادل حصة واحدة. على أي أساس يتم يعني اتخاذ أن هذه حصة واحدة بهذا العدد؟ هو عادة كمية الحصة الغذائية تحسب على حسب مثلا السعرات اللي فيها، الكمية، ايش كثر يكفي الشخص انه يتناول مثلا من هذا المنتج بشكل خاص، طبقا لبعض المواصفات اذا كان المنتج يحتوي على كربوهيدرات او بروتينات او دهون اكثر. فهذا بروحه يعني اساسا عالم اخر، يعني علم اخر. فإحنا لو تكلمنا الحين عن مقدار الحصة الواحدة من هذا المنتج، قلنا 11 حبة من البطاطس، وكم عدد الحصص الموجودة في المنتج؟ 6 حصص، معناته كم حبة عندي في المغلف كامل؟ 66 حبة تقريبا. حلو؟ عندي في الحصة الواحدة ما يقارب 130 سعرة حرارية في الحصة الواحدة اللي هي إحنا ما زلنا نتكلم عن 11 حبة. فأنا لو جيت وأنا على دايت وشفت خيار صحي وحاولت أني مثلاً أتناول خيار صحي على أساس أني ما أخرب الرجيم اللي ماشي عليه، بتناول التشيز كامل، فهذه كم حصة؟ هذه 6 حصص، يعني هذه المقدار، الرقم هذا نفسه، أيوة، الرقم نفسه، السعرات نفسها نضربها في 6 تعطيني، أيوة فعلاً أكثر من 70. معناته أنا ما سويت شيء. بالضبط. الهدف من هذا المثال أن نحن نوضح، ما نقدر نتكلم عن منتج أنه صحي أو غير صحي إلا إذا نحن التزمنا بالكمية المحددة فعلا من هذا المنتج اللي تعطيني ما أطمح إليه من سعرات ومن مكونات غذائية. بغض النظر إذا كان هذا المنتج أورجانيك، عضوي أو غير عضوي؟ طبعا هناك منتجات عضوية مثلا عادة تكون أغلى بالسعر من المنتجات العادية، لكن أنا في حال أني عرفت أني أنا أفرق بين المنتجين مثلا من خلال البطاقة الغذائية، راح يكون الموضوع أسهل بالنسبة لي أني أنا أختار، مش لازم أتجه دائما للأغلى، لكن ممكن أنا أتجه للصحي أكثر. شو النصيحة في نهاية اللقاء أستاذة زينب توجهينها للمشاهد اللي يتابعنا الآن؟ دائما نصيحتنا أن نحن لازم نلتزم بنظام غذائي صحي عشان صحتنا، عشان حياتنا، نحاول كثر ما نقدر أن نحن نطبق المعلومات هذه اللي تعلمناها عشان تركز، وعشان يصير الموضوع بالنسبة لنا مثل متعة، روتيني، روتين. أيوة. جيد بالضبط، نستمتع فيه عشان يصير روتين فعلا ممتع،
في النهاية راح ينعكس أكيد بطريقة إيجابية علينا، على صحتنا وعلى مجتمعنا بشكل كامل.